استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمراد كونسلتينج فيما يخص نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية. تصدر قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الحالي نتائج نوايا التصويت حسب يعني العينة اللي قاموا بها بنسبة قاربت نسبة محترمة جدا، مش ما نقولوش جيدة جدا أو ممتازة، 68.7% قريب 70% من العينة المستجوبة قرروا التصويت لقيس سعيد. شو رأيك أنت كمواطنة تونسية؟ أنا بالنسبة لي أنا أول الساعة رسالة باش نبعثها لحركة الإخوان المسلمين باش نقول لهم راهو أنتم حتى وكان نعملوا لكم انتخابات وتشاركوا فيها معناه أراكم ما عادش لفظكم الشعب، تحيلكم استهتاركم بمقدرات الشعب وحاشا من باش يتفرج كذبكم على الشعب التونسي إن جلا وانبرى ظاهرا. هذوما اللي على امتداد 11 سنة خدروا شعب كامل بألاعيبهم وكذبهم، زوروا كل الحقائق، دولة باعوها يمين ويسار شبرا شبرا، اليوم هما يلوجوا على حاجة باش يعودوا بها من أول وجديد للساح. يا سيدي بسالش نعملوكم انتخابات مبكرة مؤجلة اللي تحبوهن، راهو قيس سعيد المعلم في كل الحالات باش يربح، رانا احنا الشعب التونسي معاه وين ما يمشي، حتى ولو انتم عملتوا انتخابات راهو نسبة 60% من الاخوانجية بحد ذاتهم باش يصوتوا لقيس سعيد، رانا احنا مع قيس سعيد، رانا احنا باش ناصروا قيس سعيد، كان ظالما مظلوم معانا ضد الدولة احنا رانا مع قيس سعيد، احنا رانا مع مسار 25 جويلة، مسار التصحيح الدولة التونسية. حاولتوا انكم والله نتمنى لهم ونبعث لهم رسالة، كونوا في مرة واحدة في حياتكم يا اخوانجية تحلوا بشوية وطنية، راهو الخارج ما ينجم يعمل لكم حتى شيء، رانا احنا التوانسة ما ينجم حتى حد يقهرنا، حاولتوا بكل الطرق باش تمشوا لأي جهة تتصوروهم، نعرفكم تجار تاجرتوا في كل شيء، مازلت لكم اليوم باش تتاجروا بالدولة التونسية وباش تحبوا معناها تحطونا العصا في العجلة، نقول لكم راهو دويو، رانا كل الشعب التونسي مع قيس سعيد، ويحيى قيس سعيد وتحيا الدولة التونسية، ونحن معاك يا سيد الرئيس، امضي ارحي. بالطبيعة ما نكون كان راضي على الأداء نتاع السيد الرئيس، وقاعد معناها ينفذ في وعوده الانتخابية، والشعب اللي معناها اللي قاعد الإرادة اللي يحبها الشعب قاعد ينفذ فيها السيد الرئيس. اللي قالوا نفذوا؟ اللي بالطبيعة اللي قالوا نفذوا وأكثر. نحن اللي كنا طالبين به، نحن ما كناش نحلموا في المنام بالحزب ايديولوجي كما هذا باش يتنحى، شكون كان يتصوروا؟ الحمد لله معناها جاش بفضل الشعب التونسي وبفضل السيد الرئيس بقراراته الجريئه وبالوحده هذيك اللي رتح البلاد الساعه قبل، اول حاجه عملها قيس سعيد وما عادش رئيس، راهو قيس سعيد راهو زعيم، راهو نحان حزب من ايديولوجي معناها كيف هذاك ورتح البلاد وخلى شو البلاد كيفاش ارتاحت، كنا 10 سنين التالي وين كنا وين اصبحنا، ونوايا التصويت هذه يوري شعبنا كيفاش. بالنسبه لقيس سعيد والتصدر معناتها في القاع على راس القائمه، هذه حاجه اول حاجه باهيه ومهم جدا، وهذا معناتها معظم الشعب التونسي ما كانش بجديد الموضوع هذا، معناتها حاجه مش غريبه علينا. عبير موسي جات معناتها في ظل غياب المترشحين، وهك تشوف البلاد كيش قاعده تمر، دونك الاجراءات اللي قام بها قيس سعيد وتصرف قيس سعيد في امور معناتها ككل حاجه باهيه، حاجه معناتها ان شاء الله تفيد البلاد، ودائما معناتها ابار التفاؤل ابار فما خدمه فما اصرار فما رغبه فما خدمه قاعد معناتها يضرب على الطاوله، تحدثت قبل ودائما معناتها ترى فيها انه التونسي ويدافع على هذا الوطن وقت اللي كانت معناتها ينهشوا فيها، معناها هذا موضوع ظاهر للقاسي والداني ان البلاد يعني تقريبا خربوها كما كنت معناتها اختي كما تعرف. انا راضي على اداء رئيس الجمهوريه وحقه 90% على 68%، والنهضه ما عندهاش حق تو تعطي راي، شنو هي تيمبيات النهضه؟ انا نهضه، انا هي النهضه هذه. قيس سعيد تو ما ثم حتى حد
يشد بلاصة قيس سعيد في الانتخابات، وقيس سعيد ينجح وسينجح ورغم أنف النهضة والكل سينجح، والنسبة المئوية تكون أكثر من 68%. وإيش حك تجينا في شعرها تو خارجة تو النهضة باش يهمها هي اش يهمها تو. أنا راضي على أداء قيس سعيد رئيس الجمهورية، لأنه منذ 25 جويلية 2021 انقذ البلاد من الانهيار. لولا الرئيس قيس سعيد لما كنا نعرف حتى عامين ولا ثلاثة من الهدنة، حتى من شو اسمه لي زاكتر وريز النقصو حمده ولا يعني. وزيد توا ملي جماعة النهضة الكل اشتروا في الحبس توا نقصت راضة البلاد. عاد بالنسبة للانتخابات الرئيس قيس سعيد بالنسبة في الوقت الحالي ما عندوش شكون ينجم يوازيه ولا ينافسه، على خاطر هو الوحيد اللي عنده الإمكانية وهو الوحيد اللي ماسك بالأمور وهو الوحيد اللي عنده شعبية رغم أنه الظروف ما مشتش معاه. راضي لا محالة، مين نحس في الرئيس قيس سعيد نحس فيه حتى في صفاته حتى في الكلام وحتى في منطقه حتى في هيئته ثم براءة. احنا تو كبار ومخالطين ونعرفوا ونفهموا البشر حتى من قشرة وجهه حتى من الكولور تاع وجهه حتى من كلامه في حماس وفي غيره وفي محبة. انا قبل حتى ندخلوا حديث في حديث الرئيس الاسبق الاول بورقيبة ما ثماش مرة في خطاب ولا في ثنية ولا في استقبال ما يبوسش العلم، ونجي بده يحط يذكر اسم تونس يبكي غصبا عنه، ما عندوش سبالة يحل فيها، ثم دموع متاع المحبة. فهمنا يقول عيون المحبة من البعيد يبانوا إلى دنك سوفي الأرض راهم خانوا. أنا نسمع في الإعلام راهم خسرين أموال، راهو الصباح وعشية وليل راهو باش يطيحوا. سامحني على ذكر الأموال، شنو سر شعبية قيس سعيد المجانية؟ لأنه قيس سعيد لا يدفع 50 دينار، لا يوزع الشوكوتوم لا حد شيء، وتلقى الشعب التونسي يحبوا علاش؟ قيس سعيد علاش يحبوا؟ احساس ثم شعور واحساس، تحسه واحد من الشعب ماهوش قاعد. قيس سعيد ما تدخلش في فكر اللوبيات نتاعهم ويحبوا يخدموا مصالحهم، لا انسان ظاهر انسان يخدم بحق وبضمير، تحسه معناته هذيك الشيء الشعور. والتوانسه قاعدين مساندين، انا نشكر هو ونشكر الشعب التونسي اللي قاعدين واقفين بالرغم غزرلي السلع اللي نحاوها من الاسواق، بالرغم من يجوعوا شعب تونسي، بالرغم راهم في الاعلام راهو انا نسمع الصباح والعشيه والليل، راهو يوميا خاسرين وجايبين معناها اعلام متحالف باش يحبوا معناها يطيحوا قيس سعيد. واخي اخي جات عليهم بالوبال، قلت لك البارح نتفرج فيهم راهم باهتوا فيك الصبر اللي عملوه البارح في الوقت، راهم دايخين. قال لك فاش الشيء اللي عملناه الكل مشى هباء منظور، ما اثرش في الشعب، فهمني الكل مش وقيس سعيد باش يبقى بحول الله رئيس تونس، وباش يبقى بحول الله ومهما كانت التكاليف. ونحن ماناش نحن كشعب انسان نظيف ماناش مخلينه وحده، ونحن معاه ونحن على الميدان. قيس سعيد منعنا من النهضة لو 25 جويي اختها قلت لي زاح النهضة وجماعتها وكل شيء. تفكر لو 25 جويي الخرجة اللي خرجوا التوانسة الكل مبتهجين يعني فرحين، غمة كان أكل المجلس النواب اللي كان شيء يعمل عار شيء يقزز. قيس سعيد هو اللي منعنا من ذلك، وقيس سعيد من بعد شد الحكم وقاعد يسير في البلاد وعمل برنامج، وانا اختي اللي عمل البرنامج قلت هذا صعيب تطبيقه، على خاطر باش توصل تعمل انتخابات جديده للمجلس النواب، باش تعمل استفتاء وباش تعمل الاستشاره، عمل على مده عام كامل عمل برنامج وحقه. لا محاله الاستفتاء ما كانش شعبي كبير ياسر، ولا الانتخابات البرلمانيه ما كانتش الانتخابات البرلمانيه ما كانش فما قبيل ما كانش فما قبيل، اما
رغم ذاك وعمل أسس برلمان جديد ب 11% من المصوتين ويتسمى ذاك إنجاز اللي هو يعني قيس سعيد قام بالشيء المطلوب به. وقيس سعيد من الناس اللي عمره ما ارضخل حتى أي سياسي. السياسي اللي يجي معاه ويطلب منه حاجة يقول له سامحني تحب تخدم معايا اخدم معايا، أما باش تخدم معايا وتطالبني بمو اسمه هو كونتر بارتي لا. قيس سعيد من الناس اللي راسه في السماء وهو توا قاعد يتحاور مع الاف ام اي، قال لهم تحبوا تعاونونا مرحبا، اما باش تشرطوا علينا الشروط نتاع ميزيري اي. واليوم بركه كلم الرئيس مجلس الاتحاد الاوروبي وقالوا راهو تونس ني با لو جوندارم دو لوروب، كان عندك باش ترجعوا المهاجرين رجعوهم لبلدانهم مش لتونس. ثم ملاحظه نجم نقولها، سي رئيس جبهه الخلاص، الخلاص من شكون؟ الخلاص من الشعب التونسي، الخلاص من قيس سعيد، الخلاص من هموم المجرمين واحده. اثنين ماهوش باش يتكلم كعيط غدوه يبحث ماهوش باش يتكلم. المهم معروف قال 55 سنة عنده في المحاماة، يعرف القانون ويعرف الجرم اللي ارتكبه سواء هو ولا غيره، باش يحاسب الإحالة هذيك باش يقف. والشعب التونسي يستنى في إيقاف. والشعب أنا شعب، أنا هو شعب. أش عندهم؟ كلهم ما عندهمش عباية كار توا، هالعذاب كلها اللي هكاوا ما عندهمش عباية كار. لذا يشدوا قدرهم ويزيوا من الركاكة نتاعهم ويزيوا من الواحد ماهوش باش يتكلم، قال مانيش باش يتكلم القاضي. نعرفوه مش باش يتكلم خاطر ما عندوش ما يتكلم. اش باش يقول؟ مانيش حاضر، الناس شاهدة عليه وبالصورة والصوت. عشوية عاملينها واحدة معناها أمور زايدة، والناس كانت قاعدة تعمل في استطلاع. الشعب ما عادش ماشي معاهم، والشعب شدد ثنية، ينجح 70% 50% 40% ماشي في الثنية هذيك. الشعب التونسي أكيد باش يكون فرحان وباش يكون سعيد لانه هو متصدر يعني راس القائمه، وانا يحظى بثقه الشعب التونسي يعني. يحظى اكيد. باش تقول لي ماذا شنو عمل وشنو؟ على الاقل اختي الكريمه ارتحنا نفسانيا احنا تويكيه، يعني باتت هاجس السياسه، معناها باتت هاجس الاحزاب اللي نهشت واللي مكنت البلاد يعني كالاخطبوط، و تخلصنا من الخوف. كانوا قبل يقولوا هاي النهضة باش تعمل وها باش تولي حرب أهلية و و و و، ولكن الحمد لله مرينا بسلام. والشعب التونسي ذكي ودقيق جدا، يعرف برشا تهمونا وتتخرب البلاد وإلى ما إلى. أختي الكريمة أنا متفائل، والبلاد بقيس سعيد ستظل دائما في العلالي، ورغم الداء والأعداء ستبقى تونس برجالها.